النادي الأهلي دائما بيبقى في المقدمة والكل بينظر له بهذا الشكل. يعني أنت لعبت بطولتين وداخل على 3 أو 4 بطولات قادمة، فكرك دفاعي أم هجومي، ولا أنت بيبقى دايما عندك توازن ما بين الناحية الدفاعية والناحية الهجومية داخل الملعب، وإمتى بتهاجم وإمتى بتدافع؟ عايزين نعرف برضو شوية أسرار، أو جمهور الأهلي طبعا اللي عايز يعرف. Well, I feel the love and the أشعر support أنا from the أنا fans أنا أشعر بكل الدعم من الجماهير، وأشعر أيضا بالضغط من الجماهير. فيما يتعلق بالطريقة التي نلعب بها، أعتقد أن من الأمور من وجهة نظر الجماهير التي تسعد الجماهير هي ليس فقط وصولنا إلى البطولة، ولكن أيضا الطريقة التي وصلنا بها. أعتقد أن طريقة اللعب، الجهود، التماسك، التجانس، الكثافة في اللعب، هذه هي الأمور التي ينظر إليها الجمهور ويحبها. في النهاية إذا فزنا أو خسرنا، ولكن طالما أن هناك مجهود كثيف في الملعب هو ما يحب الجماهير، وعليهم أن يتفهموا أن أي فريق في العالم لا يستطيع أن يفوز بكل البطولات. بالتأكيد هذا هو هدفنا، أن نفوز في البطولات، ولكن نعرف جيدا أننا لا نستطيع الفوز بكل البطولات. ولكن في حالات عدم الفوز يجب أن يلتمسوا المجهود المبذول والأداء الجيد للجمهور.